الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. لو سمحت اعتبر ده الجريد مش دي الطبقة هذه اللي تقرأ فيها لا تستطيع أن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجاهدوا